امبارح مثل ما قلنا موضوع صندوق النقد وما صدر عن صندوق النقد، قلنا انه التقى السفير السعودي وشرحنا شو ممكن تكون اشاراتها. اكبر ثلاث دول ممولين بصندوق النقد هن امريكا واليابان والسعوديه، صحيح؟ مش هيك؟ هو اكبر ثلاث دول، صحيح. امريكا عندك مشكل ايديولوجي معها وفاتحه معركه طويله عريضه، اوكي. مش هيك؟ النقطه الثانيه، اليابان عاملة أزمة طويلة عريضة معها بقصة كارلوس غوسون وعملية التهريب تبعه، والسعودية مشكل مفتوح معها. عن شو عم نحكي؟ بلا المزح، ما يقوس منا الخبرية. حتى هون ما بدك تشوف أنت بالداخل، بدون صندوق النقد يعني مجرد أنه تعمل مشروع إصلاحي أو خطط إصلاحية وتروح فيها هناك، هذا اللي اشتكى منه صندوق النقد، أنه عم تروح الخطط إلى مجلس النواب تتخربط عكس إرادتنا، عكس ما نحن بدنا. يعني عم بيروحوا على آدم سميث أكثر من آدم سميث. يا لطيف، خلص خلي السوق يرجع، يا لطيف، على هالمقاربة يجدد حاله ختاما. وهيدي السياسة اللي معتمدها حكي مصرف لبنان بكل الأحوال ختاما. ومن باب اللي عم نقول، يعني حتى من باب بالعودة إلى كلام الرئيس بري، دايما بك تبلش فيه وتخلص فيه، ما في مجال يعني بموضوع بأن لابد من التوافق مع المملكة حول الخيار الرئاسي اليوم. يعني حاطين بالحسابات ما ممكن أن تقدمه، شو الممكن تقدمه اليوم المملكة لحزب الله بهذا الإطار؟ اليوم حزب الله من ضمن، يعني المملكة بدها ضماناتها والفريق الآخر بده ضماناته. اليوم حزب الله من ضمن الضمانات طالب برئيس مش يحمي لا يطعن بالمقاومة. يعني اليوم المملكة قادرة تقدم ضمانات لحزب الله بأنه لن يطعن في الظهر وما حدا رح يمس بسلاحه؟ لا لا، ما مش مطروح السلاح، مش مطروح الحكي بسلاح. هلا واقعيا هلا شيلي لي نظريا الالتزام بالقرارات الدوليه، هذا موقف ثابت او قرار دولي ثابت، بس واقعيا مش هذا الملف مش مطروح هلا. ليش؟ لانه لما تروحي انت على تهدئه سياسيه وعلى استقرار وعامله ترسيم حدود، سلاح مش رح يكون في مجال لانه يستخدم بالداخل طالما هذه التسويه تحظى برعاية اقليمية ودولية. هيدا ببرهن الكلام انه هيدا السلاح منطلعه على القطعة ورقة منهدد فيها وبنرجع مننزلها. مشكلة مش كيف ما برمتها. انا مش مختلف معك، انا هاي وجهة نظري الاساسية. مش الامريكان هيك بيشتغلوا؟ صحيح. انا اول الحلقة قلت لك كانوا الامريكان يستخدموا الايرانيين كبعبع لابتزاز الخليج ولدفش العرب على الحضن الاسرائيلي، ونجحوا ودفشون الى التطبيع. نسبيا نجحوا، فيما بعد عم ترجع تشوفي سياسة جديدة. ولكن هذا الشيء أتى بعد تدمير ما تبقى من مقومات للدولة الوطنية، من العراق لسوريا. طيب ممتاز، للبنان. ردنا لأختم بموضوع الضمانات السعودية. شو يعني حزب الله لا يريد رئيسا يطعن ظهر المقاومة؟ هو لا يريد تكرار تجربة ميشيل سليمان، هيك بيعتبر. أوكي، الاتفاق الإقليمي والاتفاق المحلي مثل ما كان يحصل، برجع بقلك من 2000 لل 2005، أن هو الذي يوفر الحماية لكل القوى السياسية، أو هو الذي يوفر ضمانة بعدم طعن أي طرف سياسي. ليش؟ لأنه أي تسوية مطروحة مطلوب من الجميع أن يكون شريكا، مطلوب استعادة وتكريس التوازن السياسي، وبالتالي الجميع سيكون محظيا ومحميا في عناصر هذه التسوية. فإذن أبشر بطول سلامة يا مربع. صدق الرئيس بر، صحيح للأسف. ولكن شو رح يكون ناطرنا على الطريق مع اقتراب انتهاء